السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. اللي ما مشترك بالقناه خليه يشترك، فعل الجرس، لايك، تعليق. تحياتي لكم، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. هاي البيض صار فتره او يا نجنبيات صار فترة لاني ما فاتحين البيض، خلي اليوم ينفتح عن شوية. شوف هاي الفختية عاصية، هنا أنا خطية عاصية عاصية بالبرج، وما شاربة مي متأذية شوية، هنشربها مي ونطيرها. شربت شوية، هاي ظالة بالبرج خطية تعبانة. شوفوا شباب، ظالة بالبرج تعبانة خطية والله، وما من دل الطور، ما العلم ماكو طورين، بس ما شاربه مي، ما اعرف ليش، يعني ما طابه شاربه مي. خطية والله، بلكي شوية تصحى ما اعرف. نوكل دن البيض، طاسة مالها مدورنا مالك. خلص لازم نجيب النواجذ مالك. طبعا عندنا الزرعات ماكو شباب، ما اتن والله، تقد انطيت ماي، تقد رديت، تقد عالجت، ابد ولا فاق. خلوا كذا ان شاء الله اليوم هنتفهم، ما عندي شيء بعد. بس خلي اشيل المي مالتهم، يعني خلي اشيل المي حتى اخليها مي جديد. طبعا دا اخبط لنا الفيتامينات اذن الطيور، حتى ان شاء الله يعني اهلسهن حتى من الشهر العاشر ان شاء الله كامله. هاي البيضه مصيرات فتره ما طالعه طويله والله، يعني العدد الكثره شويه يتعب، ما تقدر تنطي اهتمام لكل الحمام بنفس الاهتمام، يعني هم راح تقصر وياهم. لهذا السبب صفيت. وشباب اعذروني، هذا الحمام اللي نشرته لكم يعني قلت لكم ما ابي حن الا شلع، لان انا اريد افرغ المكان لا اكثر لا اقل، يعني مو غايتي دا استفاد بيهن. طيور تسوى ضعف السعر اللي عرفت انا بيهن، بس انا الغايه دا اخفف المكان لا اكثر لا اقل. راح ادق لي قفص فوق اصعد بيه فرخات ان شاء الله. خلي على الشباك الطيور همين. تفر الخانات، ما تفر الخانات اكل ترجع تفرهن المي،
ورمت فرهن ماي تروح تفتر على البراجة، والماي مال البراجة ايش طلعت هاي، والاكل مال البراجة، وتنطي ماي تنطي علاج وتنطي ما ادري شنو، فهي شغلة متعبة. لهذا السبب انا عرضت لكم هاي الطيور بربع قيمتها، والله شباب ربع قيمتها هاي الطيور ما شاء الله تخب، بربع قيمتها عرضتها لكم ان شاء الله اللي يعني تواصلوا وياي شباب عليها. شوف ياها اللي يجي تصير قسمته، شوف خيرها ان شاء الله، العافية عليها مقدما. هاي الزواج الهم بدن ينزلن هنا، اليوم ما فاتحين بس البوابة. ها شوف هاي الفقادة تنزل وترجع تصعد، شوية القناة متراجعة شباب ما اعرف ليش، مشاهدات قال مو مثل قبل، شوية اريد دعمكم. لان ان شاء الله كلها ننتفها ونرتبها، هذا البيت كله ذا كسره مالتهن. اغلبها مخرطة الطيور ذا بجنحها، كلها مخرطة. خلنا نسعى نشوف شوكو ماكو فوق، حمر الناس درجة هاي الحمر هم أم اللي بيها مبيض واللي بيها بعدها مبيض. مو كان هاي الخانة راح أدق لي قفص صغير، يعني من هاي الاشتايقرة من هنا، من هاي الاشتايقرة هاي الاشتايقرة، ثلاث اشتايقرات يعني، راح ادق لي قفصين انا على مود نصعد بيه فرخات، واحتمال اخليني هنا أنا، والله بعد ما ادري لو اخليني هنا لو اخليني هنا، خلي نشوف. هاي بس فتحتين قام يصعدني هنا مثل المطاية. طبعا شباب التليفون دا يحمى ودا يفصل، والله يعني الجو حار، وحتى هسه شوفوا اللايت ما تعبالك فلاش، انا ما شغل، خليه لحق ابدل مي واكل هالسوالف وعلاج. يا شباب اشتركوا عيني بالقناة، لايكات تعليقات الامور هاي، تحياتي لكم.